لباقي المترشحين. رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار حتى الخمسة متاع العشية. للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا تنجموا تتواصلوا معنا على 31 328 330. حلقة استثنائية، حلقة سبيسيال بنتائج البكالوريا، حابين نهنيوا فيها كل الناس اللي ناجحين في الدورة هذه. حظ موفق للناس اللي تعديوا لدورة التدارك، وكيف العادة ديما نقول حتى الناس اللي فشلت راهو الفشل ما هوش نهاية المطاف، راهو الفشل اللي نجم يكون لكم فرصة باش تكونوا عام جاي مخير، وتكون لكم فرصة باش تنجحوا بمعادلات مخير وموافقين. نعرف بتترك الديسيبسيون اللي تجي موجعة وتقلقنا، وإحنا نقولوا لي باغون تاعنا تعبوا معانا عام كامل، لكن نلقاوها كالنتيجة هذيك. لكن ميسالش نقويو رواحنا، نعيشوا ميسالش خايبة هذيك نعيشوها، نعطيوها وقتها، لكن من بعد نعاودوا نشمروا على ذريعاتنا ونكملوا المشوار، وربي يوفق الناس الكل. فرحنا برشا باستقبال محمد عزيز عيساوي الأول في شعبة الرياضيات 1996. عسلامة محمد عزيز. عسلامة، مرحبا بك. أنسنا محمد عزيز، ألف مبروك يا سيدي التفوق والمرتبة الأولى وطنيا. عاشك بفضلك. ربي بفضلك يا سيدي، سينو ما نجموش نحكيو على التفوق، ما نجموش نحكيو على امتياز من غير ما تكون فما عائلة من تالي. وأكيد كيف نقول عائلة نقول أم واقفة، ونحكي على مدام إلهام اللي بحذية في استوديو. عسلامة، مرحبا. مرحبا بيك مدام إلهام، أنستنا. ونحب نهني الناجحين الكل، وإن شاء الله العقبة في دورة المراقبة. إن شاء الله. ألف صحة على الاستضافة. كيف زيدة فرحانين باستقبال فرح مثلوثي الأولى على شعبة العلوم التجريبية 1939. عسلامة فرح. إن شاء الله ألف مبروك يا لله. أكيد من بعد باش نحكيو في التفاصيل. وفرح بطبيعة ما جاتش وحدها، خاطر أكيد وراها بو واقف عليها، سي محمد الطاهر. مرحبا بيك يا عيشة. مرحبا، شكرا على الاستضافة. كل الشكر ليكم. وأكيد الناس الكل تتسائل محمد عزيز وينه 0.04. هذا تقريبا لي كومنتير الكل يقولوا لك فاش ضيعت وقتك، باش ضيعت هكا 0.04. ما ضيعتش وقتي الحق، خدمت وفي الاخر لقيت بوتيت 0.04 في لون تصور، من عاش نقصولي انا نسحق اكثر حسبي، نقصولي في الاخر. انا تبعت المداخلات نتاعك، والحاجه المزيانه مع محمد عزيز الثقه الكبيره في النفس. انت قلت انت كنت تنتظر النتيجه هذه. اي الحق انا خدمت على معدل معناها 19 قويه معناها الحق. وفي الاخر معناتها انا فينالمون ديكروشي لو بري بريزيدونسيال، وانا فرحان برشا بالحاجه هذيا. وكا هو حلمه كانت تحققت. حلمه، لكن الحلمه ما تتحققش بالساهل نورمالمون، اكيد وراها برشا تعب. واكيد حتى لي باغون والتلامذه اللي قاعدين يسمعوا فينا يحبوا يكتشفوا سر التميز هذا وسر التفوق. بوتيت خاطر انا دوي في المات فيزيك سيونس، معناها هذوكم حاجه نحبهم على الاخر، سيختو معناتها لي ماتيماتيك نحب على الاخر، مش حتى اللي احنا معناتها نقراو فيه اون جينيرال، معناتها نقرا حتى المات نتاع سوبيريور مغروم بيه معناتها على الاخر. ونحب لي تيوريم لي كونجيكتور على الاخر نموت عليهم حاجه هذوكم. وكهو لازم واحد يكون دوي، لازم يخدم اكيد، خاطر ما تنجمش تجيب معدل طيار من غير ما تخدم، لازم معناتها اوبستيناسيون بيرسيفيرونس، هذوما حاجه لازم يكون، لازم يكون عند اي واحد معناها. وبالنسبه لنا اهم حاجه انه لازم واحد يحط بيوت من اول عام ويخدم شقاه في الاخر. لكن النجاح هذا اكيد تعب على امتداد سنوات، نحكي من الابتدائي للثانوي باش يقع تتويج وفينالمون في الـ في الـ في البكالوريا. ناس تتسائل تقول لك محمد عزيز حياتك كان قرايه ولا عندك ديزاكتيفيتي اخرين تعملهم؟ مش كان قرايه، نطالع زاده، ومعناها مغروم زاده بالفوت، نحب الفوت، نتابع برشا الكره، مش الكره اللي في تونس، الكره اللي في اوروبا. شكون فريقك المفضل؟ اف سي برشلونه. برشلوني صديقنا. اي نحبها. وكهو معناها مش كان قرايه، معناتها عندي حاجه اخرى. عندك يعني اي خطر، واحنا نتبعوا العباد شنو هي تحكي، العباد شنو هي تقول، ما شاء الله عليك يعني متميز في كل شيء ما شاء الله. لكن
هالوصفة أنت قلت فيها برشا غرام، برشا محبة، برشا مثابرة، وهذه مهم برشا يعني قطر مش سهل. في الانترفيو اللي عملتهم قلت أنا في السيزيام والنوفيام ما لحقتش باش نعمل معناها الموين هذية، معناها ما وصلت لهيش. صحيح جاتني ظروف صحية خايبة وقتا نتفكر عام سيزيام والنوفيام أني معتها تعبت على الأخر مروث دونك في الاخر ما نجمش نحقق الحب عليا، ما سي بون هاي جيت معناتها الحمد لله. الحمد لله عوضت بتيت اللي عشته في الـ في الـ في الـ في السيزيام وال نوفيام. مدام الهام مرحبا من جديد، ولهنا نحكي مهم برشا نحكيه على دور العائله، ولما ما اكيد راهو فرحانين لك برشا ويتسائلوا اليوم احنا كامهات شنو نجموا نعملوا لصغارنا باش يكونوا اليوم معناها متفوقين ويكونوا هكا ناجحين في دراستهم. والله الحقيقه بالنسبه لمحمد عزيز ما لقيتش معاه صعوبه ملي صغير الحقيقه، معناتها اوتونوم، ما فهميش نعمل سويفي معاه في كي كان في المراحل الاولى نتاع التعليم في الابتدائي في الاعدادي، مي الحق في الثانوي وقت اللي ولا في مرحله التعليم الثانوي الحق بعد شويه كانت متابعه من بعيد، معناتها خليته معناتها باش ما نكونش عملت له برشا ضغط وكل دونك هو مش مقصر ما شاء الله، معناتها لي زانديكاتور دو بيرفورمانس الكل معناتها موجودين، المثابره الجديه لا باسيون الغرام معناتها ما يخليلكش المجال باش انت الحق جوست انكادرمون هكا ان سويفي من بعيد وكا هاو اديستانس وكل. الحقيقه هو يقول انا في السيزيام وفي النافيام جي ما شاء الله عليه معناتها في ليزيكول نتاعو ولا حتى في الكوليج لوريا ما خذاش يمكن المرتبه الاولى في الجمهوريه وقعدت له قعدت له قعدت له قعدت له والحمد لله التتويج صار بعد تعبت. كنت تستنى انت؟ هو كان يستنى صارحني في الاخر اللي هو كان يستنى في التتويج هذا وتعب في الليمات الاخرانيين نستنى في النتيجة تعب شوية معناتها خاطر الأوبجيكتيف حطوا منو العام سيتي ان تشالنج عملوا منو العام نحب لول في الجمهورية سي سامبل معناتها حط الأوبجيكتيف وقعد يخدم عليه معناتها وأنا حاولت بقدر الإمكان نوفر عوامل النجاح الكل كسوا في العائلة ولا في كيفاش عوامل النجاح هذوما؟ والله عوامل النجاح معناتها كان فما معناتها يحب يعمل هكا اكتيفيتي اون انيكس ولا هو عمل تنس وهو صغير وعمل باسكيت وكله بعد الحق في العوام الاخرانيين العامين الاخرانيين بطل خاطر فيو القرايه وبيلوت وكل دونك برشا الريتم اي والحق سورتو سني الى كومبونسي العامين نتاع الكورونا خاطر العامين نتاع الكورونا فما شويه ديفايونس معناتها في القرايه دونك سنيك اللي نزل على روحه شويه باش يكون مجهود مضاعف معناتها السنة وهذا هو ما يخليلكش هو المجال اللي انت معناتها باش تكون مينسيوز في السويفي معاه ولا حاجه فهمت جوست من بعيد وكاها والحقيقه مجهود الخاص في بيريود الريفيزيون فمش حاجات هكا دي مومون اللي تتفكرهم معاه ما نعرفش قد ايه عنده خويت هو عنده خوه اصغر منه فانا كلاك يقرا كوليج بيلوت لاك في البحيره ستيام تعدى ويتيام تعدى للويتيام سيغمون خوه قدوه لي نورمالمون يتبع فيه هو ليدول نتاعو ان شاء الله ان شاء الله يمشي الخطاب نتاعو ان شاء الله يوافقهم. دونك دي مومون انت كأم كنت حاضره كنت من النوع اللي هكا تمرج شويه والا الحقيقه لا 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 اما هو كان الحقيقه خفت عليه في الاخر خاطر تعب معناتها في الاخر تعب نقول له يزي معناتها فيه البركه نخرجوا نتفرهدوا نولي نقص له انا بالسيف معناتها نقول له سي توا سي نخرجوا رتح شوية الحمد لله الحمد لله تعب الحقيقة وأكيد التعب هذا كان عنده ثمرة وثمرة ما شاء الله معناه حاجة مميزة على الأخر. محمد عزيز حكي لي على لحظة المساج معنا وقت وصلك المساج حكيت سبعة ودرجين كيك سبعة أنت راقد وقتها ولا فيق ما زلت كيفقت من النوم
فقت السبعة غير درجة كيكا وجاني المساج وفرحت على الاخر. اي جوست معناها بعد قعدت نشوف شكون معناتها لي لي لغيا وفي الاخر لقيت اسمي في وزارة التربية وفرحت معناها. يعني من الاول هكا فرحة، لكن الفرحة الكبيرة وقت اللي لقيت اسمك. واهم حاجة والناس الكل بتتر تتسائل شنية الحاجة اللي طموح محمد عزيز، وين يرى روحه بعد الباك، شنية الاختصاص اللي هكا يحلم انه يواصل فيه. نحلم اني معناتها نكمل ليزيتيود يونيفرسيتي نتاعي في المانيا، بحكم انا عندي لونغ معناها عندي نيفو B1-2 دونك هذاك معناتها حاجه باش تعاوني برشا اني غاديك معناتها جو مادابت تري 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 بيان في المانيا وكل شيء. ومعناتها نحلم اني نعمل غاديك انجينيوري، نتصور دومين معناها انفورماتيك، والا بوتيت معناتها شيرشور في الدومين نتاع ماتيماتيك بور. والسؤال البديهي اللي بوتيت الناس الكل تتسائلوا، علاش تخمم تخرج من تونس وعلاش المانيا كوجهه؟ ما نخمش نخرج من تونس باش نخرج جست بعدش نعاود نرجع معناها. اكيد هذه سيغمون نحب نطور بلادي وكل شيء، ديما نحب نحط بلادي قدام عينيا وكهو ديما نحب نطمح له. بوتيتخ خاطر الدومين نتاع لي 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 ريشيرش ماتيماتيك ماهوش معناتها موجود برشا عندنا هوني. دونك كي باش نخرج لبرا بوتيت معناتها نلقى دي زوبورتونيتي خير وكل شيء معناتها. اما في الاخر اكيد نعاود نرجع للبيت، هذه حاجه سيغتين وسيغ على الاخر. ان شاء الله ربي يوفقك في الحاجات اللي تتمناهم الكل محمد عزيز، وان شاء الله نراوك ترجع لتونس بدبلوم كبير وشهاده كبيره كما تشرفنا في كل بلاد بتيت باش تكون موجود فيها. احنا خذيناكم وانتم ماشي نيبر نورمالمون تعمل ديديكاس لاختك هكا اي اموا على الاقل وخرت عليها. يعيشك. انا نحب نتقدم ساعه بالشكر لوزاره التربيه على راسهم سيد الوزير، نحب نتقدم بصفه خاصه للمعهد النموذجي باريانا وعلى راسهم سيد المدير وكيف تلسيذة. والحقيقه تحيه خاصه للتعليم العمومي، خاطر محمد عزيز عيسيوي هو ثمره تعليم عمومي، مقراش بريفي مقراش خاص، ابتدائي اعدادي وثانوي يقرا في تعليم عمومي، وانا نمن بالانكادرمون ايتاتيك الوطني. نحد نتقدم تحيه لبنت اختي اللي بكشي راهي تستنى فينا نجحت زيدا باك مات، نوجه لها تحيه ولاختي والعائله الكل والعقبه للي مازالوا ان شاء الله، العقبه للوليدات والبنيات الكل ان شاء الله. ان شاء الله للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا 31 328 330 باش تتواصلوا معنا. على عكس محمد عزيز اللي اختار وجهته المانيا، فرح تقول لنا نحب نقعد في تونس ونحب نقرا ميدسين في تونس. اي هذا خيارك. اي صحيح، خاطر اول حاجه الميدسين تاع تونس طياره على الاخر، مالوغوزمون لي كونديسيون خايبين شويه، مي سا مامبيش لي زيتود معناها في الفاكولتي تاع الميدسين ياسر طياره وياسر افونسي وكل. هذاك علاش قررت اني نقعد هنا. والحق نتاع ربي انا ما نعرفش معناها ما خممتش اني نخرج لبرا، فهمت؟ ودو بلوس امي تخدم في الدومين ميديكال وانفيرميير وكل، اكيد كي نمشي معاها مغرومه ياسر معناها، تغرمت في زوره الخدمه نتاعها باللي ميدسان وجو هذاك الكل. هذاك علاش قررت اني نقرا في الفاكولتي نتاع تونس. تو هيك نبداو الحكايه من الاول، من لحظه الوصول نتاع المساج، وقتاش وصلك المساج وكيفاش تقبلته؟ بون انا البارح نوي بلونش البارح ما عرفتش علاش حسيت روحي ستريسي ما رقدتش. بالزهر هكا قلت نعمل غافيه مع حكاية السبعة غير شوية رقدت شوية. يا أخي جاتني ماغ فيقتني قالت لي فما مساج جاي كان تحب تحل، حليتو نلقاه الميساج نتاع الريزولتا وكل من الاول 19. بون ما في باليش لي المويان نتاعي، اللي كان في بالي نوت نتاع ماتيير معينه وانا عينيا بالنوم. دونك كان لي قعدت ياسر نصعب فيه الحكايه، من بعد طلع المويان نتاعي 19.39 الحمد لله يا ربي. سيتي با اتوندو، ما كنتش تستنى في مويان هكاك الحق. لي حق خدمت على فوق 18، ما كنتش نستنى معناها 19 وكل، خليت على ربي خليتها هكاك، كان جات بطبيعتها جات سينو اكيد. سي محمد طاهر ونعرفوا ديما فما علاقه مميزه بين الاب وبنته، واكيد ورا التميز هذا اكيد العائله موجوده. سي محمد طاهر
الا هي السند. اه خاصه اكتشفنا فيها الموهبه اللي هي صغيره. انا تابع طبعنا حتى السادس ابتدائي، بعد في الكوليج خذت وحده نتبعوا من بعيد من بعيد. بالنسبه للسناء يعني حاله استثنائيه وخاصه، خدمت وبعد تالي تعبت شويه، التجأنا أن نسكن 35 كيلومتر على الليسي نتاعها. يعني ديبلاسمون ساعات توصل ساعات يعني ما توصلش. تلزينا بشكرينا في لافايات باش ما تحسش هي بالإرهاق في أن واحد مع المحافظة على أخواتها، عندها أختها وأخوها، نزلوا واحد في الكوليج واحد في الابتدائي. مع المحافظة عليهم وفي ظل انه نكونوا سند موجودين. معناها اليوم يعني تضحيه كبيره، نتخيل انه واحد يخلي دارهم والله من الاول صعيب، معناها دارنا فرشي بيتي معناها من الاول الادابتاسيون كانت صعيبه شويه، من بعد الحمد لله استانست بها، توليت عجبتني دار لفايت ما عادش نرجع. دونك اضطريت انك باش تقرب اكثر من البلاصه اللي توفير المناخ الملائم لها هي باش تلقى راحتها. ما يعني ما تصير هالشيت ولا تتعب. كان عندكم دخل في الـ في الـ في الاورينتاسيون نتاعها ولا اختارت وحدها؟ لا خلينا الحريه المطلقه لهي حتى ميدسين وحدي وما صحيح. انا تغرمت في جره الخدمه نتاع امي، ما فرضتش عليا هي، خليت لي حريه رغم انا في الدومين انفورماتيك وما حبش اثر عليها. وانت بينك وبين روحك كنت تحبها تمشي في دومين؟ ماذا بيا، الخطر هو لغه العصر ولغه المستقبل، يعني مش موجود في الانفورماتيك. بالنسبه لي هي عندها رغبه في العلوم وخاصه في الميدسين، خليتها براحتها. دونك هذايا الخيار نتاعك، والخيار نتاعك جاب غرام وبمحبه، ومحليها الكلمه اللي تشاركت فيها انه فما غرام وفما محبه. الوغ كو فما ناس اللي يعتبروا القرايه كرفي ويعتبروا القرايه حاجه اللي فريمون اوبليغاسيون، حاجه خايبه البيره. القرايه صعيبه ما تحلك افاق، معناها تلقى روحك عندك معنى على حياتك من بعد في المجتمع وكل. صحيح صعيبه، اما كل حاجه بيها تطلب ان واحد يخدم عليها، تطلب ان واحد يبذل شويه مجهود، قدره ربي من بعد تلقى حاجات محليهم، معناها دي ريزولتا هذه ولي ريزولتا الباهيين هذوما اكيد نخليونا نتسائلوا فرح في الكورسوس هذايا ولا في المسيره هذيا. اكيد فما دي مومون فور وفما دي مومون هكاي بوتيتر اللي ما تنساهمش على امتداد السنوات هذوما. لو كان هكا تشاركنا بعض اللحظات في المسيره نتاعك هذه. الاولى هي الادابتاسيون، معناها كيفاش نتاقلم مع دار جديده وكان نقله ودرجنيه، هذيك برسمي كانت صعيبه برشا وبرسمي تاثرت منها على الاخر. سينو اما الحاجه اللي هكا بردت لي شويه انه بعد احنا نقلنا قبل شمين بلوكي الاولى ومعناها بيرتورباسيون كانت، فهمت؟ الحمد لله من بعد الموين جات حاجه مشرفه، حاجه معناها تفرح وكل، هي اللي خلتني معناها هكا نقبلها السكنه والنقله، فهمت؟ الحمد لله. الحمد لله. ابار القرايه باش مغرومه نترينا كيك بوكسينج. انا بالمناسبه نحب نقدم تحيه للكوتش لطفي درابلسي، اثرنا وكل سبور كان معاونك في اي صحيح. ديفولمون برسمي كلي تنسى كل شيء، تنسى القرايه برسمي باش تفرغ لينيرجي نيجاتيف، باش تلقى شوف من بعد تكمل تخدم تكمل تريفز وكل، معناها كانت حاجه محلاه على الاخر عاونتني، ومن بعد حاولت نوفق بيناتها هي والقرايه، معناها ما حاولتش نغلب حاجه على حاجه اخرى. وانت في الباك كملت تريني تاعي ما قصيتش على البيريود تاع الريفيزيون، خاطر بدات تشد بعضها وقتها القرايه والريفيزيون، دونك قصيت رتحت وتو رجعت بعد الباك. هذه وتخمم انك تكمل في مسيرتك الرياضيه زيدا اون باراليل؟ اي خمم حاجه مزيانه على الاخر، وهذه ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله فرح. سي محمد الطاهر اليوم اكيد فخور ببنتك اليوم. يعتز الواحد بالنتائج اللي تحصلت عليها هي، ورغم ما اللي في قدرت نفسي انها باش تحققها. الا على المستوى الوطني، امها تقول لي لا ما خلى، شفت التمشي اللي مشات به ممتاز والحمد لله، ربي كفانا على قد الشقاء نتاعنا وتعبنا، وخاصه المدام هي الفياقه نتاعها. مش اللي تحتاجه خاصة في الأمور نتاعها توفر تلقى نحب نقدم لها تحية بالمناسبة برسمي، وقفت معايا برشا، ضحت معايا برشا، سهرت معايا لأمها، يعني
يعني بدها مجهود كبير يعني. والله ربي فضلها. تسهر معاها وصباح تمشي تخدم على روحها وبعد تالي ترجع توفر لها باش بتنجم او لميت محليهم ربي فضلهم والأبناء زيدة بيان سور وما ننساهم مش نعرفوا دورهم خطر نعرفوا الأباء ما يعبروش برشا على مشاعرهم ويبدأوا يتبعوا من بعيد لبعيد ولي ساعات الصغير يقول لك يا اخي وينو بابا وينو بابا يا اخي شبيه مش معايا لكن راهو اون جينيرال ديما البو مشاعر وهكا يكونوا هكا ديسخي شويه في علاقه بالتعبير على مشاعره. تصويرتك هكا بدات تتصلح على لي ريزو سوسيو من الاول فما تصويره بدات تدور وقاعده تتبع في ثلاثه غلطي وكل واحد اسمه محمد عزيز عيساوي هابطه ما عرفونيش من الاول كيفاش عايش الشهره هذه توا برشا ضغط برشا عندك على الكل اما ما سافا معناتها اون سادابت وحده وحده وكا اكيد حاجه مزيانه واكيد فرحانه برشا انكم كنتوا بحذايا اليوم في برنامج توك شو منورين ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقكم في المسيره نتاعكم ربي يفضلكم اهاليكم هذوكم هما تاج الراس وهذوكم هما راس المال. الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا نفكركم 31 328 330 وحياة قلبي وأفراح وهذه أغنية نهديوها لكل الناجحين اللي تابعوا فينا عبر موجات ديوانا فهمنا كوليج لسال تونس تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة تصعيفة.